طيب انا اولا ان احنا يعني لا نقفز على الاحداث فيما يخص التحقيقات وما الى ذلك، ده امر يعني وانا بتركه لهيئه قناه السويس والهيئات المعنيه، هذا الموضوع لن اتدخل فيه. لكن طبعا اكيد كل الاسئله اللي تكون المحيطه بالحادث ده هتكون محل تحقيق متعمق من فنيين، من الفنيين اللي هم عشان نوصل لاسباب الحادث ده. اذا تطلب الامر، انا يعني عايزين ما نحملش الامور اكتر من اللازم، اذا تطلب الامر ده الامر مطروح للهيئه فانا ده موضوع فني وقانوني انا مش عايز اتكلم فيه. النقطه الثانيه هكمل بس الاجابه بتاعتها. حضرتك بتقولي الشعور كان ايه؟ بدون شك اي ازمه مصر بتتعرض ليها في اي مكان بيبقى ليها تاثير صعب جدا علينا، لان دي بلدنا وخايفين عليها.